ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة ومكملين مع حضراتكم فقراتنا. خلينا نتكلم عن كاتب مهم جدا في تاريخ الأدب عامة وفي تاريخ الإنسانية، هو ويليام شكسبير. ويليام شكسبير طبعا كاتب متفرد، أعماله خالدة لحد دلوقتي، وفي وجهة نظري بسيطة جدا هي تنفع لكل عصر. أوكي، هنتكلم النهاردة عن مسرحية الملك لير، ويمكن مسرحية الملك لير بتتعرض دلوقتي على إحدى المسارح الخاصة، بطولة النجم العالمي طبعا يحيى الفخراني، معاه كوكبة كبيرة جدا من النجوم. بس احنا معانا النهاردة أحمد صبري غباشي، وبيقوم بدور ملك فرنسا في الملك لير. هنتعرف عليه أكتر وعن المسرحية اللي بتقام حاليا. ازيك يا أحمد؟ اهلا بيك، ازيك؟ ايه الاخبار؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام بخير. أنا بس عايزة في البداية أعرف السادة المشاهدين بيك، غير إنك فنان وبتمثل، انت كمان بتدرس مسرح وبتخرج مسرح وبتألف كمان. يعني احيانا ما طبعا طب يعني طيب عايز اعرف بس في البداية، انت بدايتك الفنية كانت من امتى؟ انا بدأت في مسرح الجامعة، عملت عروض كتير في مسرح الجامعة وخدنا جوائز كتير. وبعد كده بعد ما خلصت مسرح الجامعة تقريبا كان آداب المنصورة، يعني جامعة المنصورة اصلا، بعدها بعد ما اتخرجت على طول عملت فرقه خاصه بيا لمده سنتين اسمها ميلو فرينيا، برضه فضلت في المنصوره، وجيت هنا القاهره خدت بيها جوائز في اكتر من مهرجان يعني. وبعد سنتين قررت ادخل معهد فنون مسرحيه سنه 2013، ويعني اخدت المشوار كله، يعني اتخرجت سنه 2017 اول الدفعه، وعملت بعدها دبلومه دراسات عليا اللي هي تمهيدي ماجستير، برضه دبلومه اخراج لسه مخلصها، وبدرس حاليا في كليه فنون السينما والمسرح في جامعه بدر، بدرس تمثيل واخراج يعني. طيب تعالى نتكلم عن كينج لير او الملك لير. خلينا يعني في البدايه تقولي بس ونشرح للساده المشاهدين عن شكسبير، وليه اعمال شكسبير خالده لحد دلوقتي وتنفع لكل العصور. والله انا بحب شكسبير جدا بشكل شخصي، لاني بكتب، فعندي يعني عندي النزعه الادبيه شويه، مهتم بيها. ودارس مسرح فاكيد يعني. بالظبط طبعا. ومثلت ادوار كتير كمان لشكسبير بعيدا عن الملك لير. انا فتره المسرح الجامعه وفتره ما بعد ذلك يعني في المعهد عملت ادوار كتير كلاسيكيه لشكسبير، ولمست قد ايه فعلا الكلمه عنده يعني ليها وقع، او ليها فعلا بيكتب حوار او بينحت شخصيات تخلد. صحيح، لان هو بيعتبر شكسبير تشريح للنفس الانسانيه، يعني اي ممثل بيلاقيه كنز، لان الادوار عنده منحوته فعلا بجوانبها، يعني ثلاثيه الابعاد، تحس ان هي هو بيتكلم في معاني تصلح لاي عصر. بالظبط، الخيانه، الحب، الكره، الشك، حاجات تيمات كلها اي متفرج، يعني هو انا بعتبره كاتب شعبي، اي متفرج صحيح. في اي وقت في اي عصر من اي هويه يحس ان الكلام ده بيتماس معاه. احنا بنعرض صور دلوقتي للملك لير. بالظبط. ايه سر الملك لير يعني، او مين الملك لير اللي لسه العالم بيتعرف عليه وبيستفيد من تجربته في الحياة؟ الملك لير تحديدا يعتبر من اقوى وانضج النصوص اللي هو قدمها. طبعا دي صور من العرض اللي بيقام حاليا هناك مع الفنان يحيى الفخراني. يعني هو شكسبير يعتبر كتب اربع مسرحيات، طبعا كل كتاباته عظيمه، بس طبعا يعني في اربع مسرحيات النقاد بيعتبروها من انضج ما كتب، اللي هي الملك لير وهاملت هاملت طبعا ومكبس وعطيل. الملك لير تحديدا بتتماس مع الناس، لان هي اعتقد تمس اي اسره، الموضوع اسري جدا، التيمه الاساسيه فيها هي عقوق الابناء. هو بيعرض قصه ملك احمق، او ملك شويه يعني بيحب، مش احمق يعني، بيحب الاطراء، بيحب ان يتقالوا كلام كويس، المجاملات والكومبلمنتس زي ما بيحب بيقولوا. المديح يعني، ويحب يحاسب ده كل شويه، وبيقرر في يوم ان هو يتخلى عن مملكته ويقسمها على بناته الثلاثه. فبيقسمها مقياسه في تقسيمها انه بيشوف مين اكتر واحده فيهم تقدر تقول له كلام كويس او كلام مديح اكتر، يعني زي ما هو بيحب. فبنتين الكبار طبعا بيتنافسوا ان هم يقولوا له كلام زي ده، اللي هم البنتين المتجوزين. وبيجي عند البنت الصغيره اللي هي الاقرب لقلبه، بيسالها طيب وانت عندك ايه تقوليه لي عشان تاخدي نصيبك من المملكه؟ فقالت له ما عنديش حاجه، ما فيش حاجه اقولها لك. فقال لها يعني اظبطي كلامك بدل ما يعني بدل ما تضيعي فكري. بالظبط، راجعي نفسك بدل ما تضيعي مستقبلك. فبتقول له ما فيش حاجه، انا بحبك زي ما اي بنت بتحب باباها، يعني بحبك فعلا، بس مش عارفه ازاي اخواتي عمالين يتفننوا ويتسابقوا في كده، وهو هي كل واحده منهم عايشه مع جوزها يعني. فهو طبعا بيغضب عليها جدا وبيقرر يحرمها من نصيبها، ومن خلال المشهد ده الازمه بتتولد، يعني ان هو
بيتخلى عن مملكته، وفي الاخر البنتين اللي هو سلمهم مملكته بينقلبوا عليه، بيعملوه وحش، وبيبدا هو يتصدم ويحس انه اخطا وظلم البنت. انا دوري ملك فرنسا، الملك اللي بيجي في المشهد الاولاني ده اثناء التقسيم، وبيخطب ايد البنت الصغيره. بيجي معايا يتنفس تاني امير تاني عايز يطلب ايدها، طبعا في ملكها، وطبعا في كل الابهه دي. فلما بيشوف ابوها هو بيغضب عليها، فبيحس انه خلاص هيطلع من مولد بلا حمص يعني، فبيقرر انه خلاص. انما دوري ملك فرنسا ده هو الملك اللي برغم شاف انه شاف غضبه ابوها عليها، فهو بيعجبه شخصها، بيعجبه الكلام اللي هي قالته، ان هي فعلا شخصيه صادقه وشفافه فبيقول لها تعالي، طيب ان كان هو غضب عليكي فانا هاخدك مملكتي، هتبقى معززه مكرمه كده، وبياخدها. وبتحصل بين فرنسا اللي هي المملكه بتاعتي وبين الملك لير على مدار الاحداث او مملكته يعني صراعات كثيره جدا. طب عايز اعرف ازاي استعديت لدور فرنسا، او ترشيحك، خلينا نتكلم في البدايه بس الاول، ترشيحك للدور جه ازاي؟ هو اللي كلمني كان تامر كرم مخرج المسرحيه، وده كان اول. قابلته قبل كده؟ شافك احنا عارفين بعض طبعا، في سابق معرفه، بس ده اول تعامل فني بينا يعني. انا طبعا شفت العروض اللي عملها قبل كده، وهو مخرج مجتهد جدا وعنده ستايل في الاخراج، وكل العروض اللي شفتها له اعجبت بيها يعني. يوم انقذته للغناء كان اخر العروض اللي قبل الملك لير، كان عرض مميز جدا، عرض غنائي وفي طابع، في حدوته كلاسيكيه يعني لطيفه. وهنا انتيجون وليلى مكبسي يعني، شفت له اكتر من عرض وكنت معجب جدا بعروضه، ولطيف ان احنا جدا اشتغلنا سوا المره دي يعني. اوكي. واللطيف اكتر ان احنا انا بشتغل في مع كم من النجوم دي. كنت لسه هقول لك، انت يعني مبدئيا فكره ان انت مع الفنان يحيى الفخراني دي قصه، طبعا طبعا قصه كبيره مش قصه قليله طبعا. وان هو بالذات قدم الملك لير قبل كده، بالظبط اتقدمت زمان جدا. انا فاكره عرضتها اول مره كانت ريهام حتى عامله فيها دور البنت الصغيره. ايوه بالظبط. دلوقتي عامله دلوقتي، بعد شويه هتلاقيني عملت دور البنت الكبيره. وده حصل بالظبط. ففكره ان تكون مع الفنان يحيى الفخراني ومع الفنان يعني كوكبه كبيره جدا من النجوم، ده اضاف لك ايه وتعلمت ايه منه؟ هو طبعا بدون اي تحيز استاذ يحيى الفخراني او دكتور يحيى الفخراني عامل دور فعلا يلقى للعالميه. طبعا عامل هو أداء. عالمي، انا بشوف انه عالمي بجد، عامل اداء عالمي جدا، لانه هو شارب الشخصيه يعني، شاربها فعلا. انا بحسه احيانا صديق شكسبير او جاي يعني، جاي من عنده يعني، هو جاي محمل بالموضوع قوي، مهتم بكل التفاصيل قوي، كل تفاصيلنا احنا كممثلين حتى من حواليه، مش تفاصيله هو بس، او مش تفاصيل شخصيه الملك لير بس. يعني هو كمان ممكن يكون بيديك شويه كومنتس على طبعًا ملك فرنسا. كلنا طبعا. هو طول الوقت بيحسسنا بالحرص ده. طب هايل، ما ده هايل برضه جدا طبعا. هايل وبيعلم يعني، الواحد بيتعلم منه حاجات على مستوى الاداء التمثيلي وعلى مستوى سلوكه هو في تعامله مع الزملاء يعني. بالظبط. وفكره عامه، فكره الكرو، اصل كله في الاخر هي مجموعه عمل، فمجموعه العمل لما كله يبقى ناجح ده هيعلم من العمل نفسه. طبعا مش كل واحد متفرد وانا النجم الوحيد. بالظبط. لا مع ان هو كاريزمته طاغيه طبعا، بس يعني اكيد. لا هو الكونسبت ده مش كونسبت النجوميه ده، او كونسبت ان كل واحد بيشتغل في حته لوحده مش حاسه عنده خالص. لا هو بيتعامل كعمل جماعي، لازم يطلع كله نسيج واحد، ما عندوش فكره، او مش يعني مش بيتقبل فكره ان كل واحد شغال في منطقه لوحده، لان ده طبعا هيضر بالعمل. اوكي. انا ليا مع الملك لير قصه صغيره يعني، اللي هو ملك لير القديمه اللي هي كانت على المسرح القومي. ايوه بالظبط. بالفريق المختلف، هو طبعا كان بطولته هو كمان دكتور يحيى يعني. انا كانت صدرت وانا كنت لسه بنتمي لعالم المسرح، لسه جديد يعني في مسرح الجامعه، كنت لسه داخل يعني. فطبعا سمعت عنها وقتها، وكانت مدويه ونجاح مدوي، وبعدين ظهرت على اليوتيوب تقريبا سنه 2007 حاجه كده. وانا فاكر كويس جدا ان انا كنت من اوائل الناس اللي شافوها حملوها، وكنت من اوائل الناس من كتر حماسي عليها اللي رفعوها على اليوتيوب، انا اللي كنت رافعها على اليوتيوب. لان كنت حبيتها جدا وشفتها كتير جدا، وتهوست تحديدا بدور ادموند فيها، كنت حبيت الدور ده. دور ملك فرنسا؟ لا، دور ادموند، دور تاني. دور تاني. فكنت حابب الدور ده جدا، وكنت كل شويه امثله، واشتغلته في مسرح الجامعه، عملت الملك لير في الجامعه، وعملتها بعد كده في مسرحيات تانية مختلفه يعني، اشتغلت فيها مرتين في اصول الثقافه. وكل ده يعني كل يعني الملك لير انتشر جدا في الفتره دي في مسرح الجامعه او مسارح مصر بسبب مسرحيه الملك لير بتاعت الدكتور يحيى، لانها عملت ضجه وسلطت الاضواء او الانظار عليها يعني. في سنة 2009 تقريبا حصل، سمعت عن دكتور أيمن الشيوي لأول مرة، ده دكتور طبعا هو فنان كبير يعني ومعروف، وكان هو أستاذ في فنون مسرحية، وكان أول مرة يجي لنا المنصورة بيعمل، قالوا يا جماعة في حد مهم جدا جاي يعمل ورشة تمثيل. فجالنا المنصورة وتعرفت عليه، وكنت أنا من ضمن الناس اللي اختارهم عشان يكمل معاهم الورشة، وكان المونولوج اللي اشتغلته أو الدور اللي بيشتغل معايا عليه هو دور إدموند في الملك لير. ما كنتش عارف بعدين ان القدر هيشاء ان انا ودكتور ايمن الشيوي هنمثل احنا الاثنين في الملك لير مع بعض
قدام نفس البطل اللي هو دكتور يحيى بتاع سنه 2008 المسرحيه اللي كنت بنزلها كحد معجب جدا بيها على اليوتيوب، فانا بقيت جزء حرفيا من مسرحيتي المفضله يعني. ايوه طب حلو جدا. فدي حاجه عظيمه بالنسبه لي طبعا. طب استعديت لدور ازاي بقى؟ دور ملك فرنسا استعديت له ازاي؟ طبعا يعني الحرص اللي كنت بشوفه عند دكتور يحيى الفخراني في مذاكره ادواره ومذاكره ادوار باقي الشخصيات خلانا كلنا بالتبعيه حاسين بمسؤوليه اي كلمه، لو حد فينا حتى بيقول كلمه في المسرحيه حاسين بمسؤوليه الكلمه دي وازاي نقولها كويس وننطقها كويس ونمثلها كويس. هو الدور مش هقول ان هو دور معقد او دور يحتاج مذاكره قويه ومشبعه، هو الدور محتاج انه حد يكون له حضور لطيف ويكون يعني باين عليه ان هو شخص طيب وعلى قدر من الرومانسيه بحيث ان هو يحتوي البنت المغضوب عليها من ابوها. هو مشهد واحد بس مشهد اعتقد مهم يعني، و ذاكرته كويس جدا لان حاسس بمسؤوليه ان اقف قدام دكتور يحيى فعلا. المشهد يمكن من حظي كويس ان المشهد بيني وبينه كل كلامي معاه هو التمثيل يعني، فكره ان انا واقف على المسرح وقدامه. اتعلمت منه ايه احمد؟ كتير جدا كتير جدا. هو اصلا يحيى الفخراني بالنسبه لي ممثل يعني الممثل المفضل فعلا في التلفزيون، انا يعني بعتبره هو النجم التلفزيون الاول يمكن من 30 سنه، هو اللي واخد الرياده يعني، مسلسلاته كلها بتبقى رقم واحد. ومعجب جدا بحاجات ادوار كتير هو قدمها لخواجه عبد القادر، شيخ العرب، همام، عباس الابيض، كل شغله انا حافظه انا بحبه جدا. فكره ان اكون واقف قدامه دي بالنسبه لي حدث. على المسرح كمان، المسرح بالنسبه لي حاله تمثيليه متصله مش متقطعه زي ما بيحصل في التصوير او في الفيديو يعني. اكتشفت اكتر لما وقفت قدامه انه لا الموضوع مختلف يعني، هو مش نجم، مش بيتعامل منطق النجم، لا يعني عينيه بتقول يعني انا واقف قدامه على المسرح في كيمياء يعني. في ممثلين عينيهم زجاجيه او في ممثل تحس انك واقفه قدامه بس هو مشغول بحالته، هو بيمثل هو مع نفسه، لا ده مش حاصل خالص. انا واقف قدامه يعني في لينك يعني بتدي، فبالتالي بيضطريني انا كمان ادي، فالموضوع ممتع جدا يعني. طبعا فاتعلمت، طبعا اتعلمت كتير، كنت بتفرج عليه في البروفات ومنبهر في مجرد البروفات يعني. هو اداؤه هو في حاله متصله. حتى سالته قبل كده يعني حضرتك بتشتغل ازاي؟ انت بتجهز ادوارك ازاي؟ قال لي انا من اول ما ببدا الدور لحد ما بخلصه فتره التجربه دي كلها ببقى انا جوه الشخصيه. يعني حتى فاكر تعبيره، قال لي انا بدخل حتى الحمام بالشخصيه دي. ما بفصلش تماما. فهو فعلا انا حاسه كده جدا في البروفات، كان في حاله متصله. ده فيديو من يوم الافتتاح بتاع المسرحيه، كان يوم عظيم جدا، كان يعني كل معظم نجوم مصر كانوا حاضرين. وكان كان اول يوم خالص في الملك لير يعني. لا طبعا هي يعني باقي كمان اعضاء المسرحيه او باقي النجوم المشاركين نجوم كلهم كمان طبعا. ناس نضال الشافعي وريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقي، استاذ احمد فؤاد سليم طبعا. ده حد انا بحب تمثيله جدا واتعلمت منه كمان كتير جدا في التجربه دي طبعا. وفهيم كمان عامل دور محمد فهيم طبعا مجتهد جدا ومنور جدا في الدور بتاعه، عامل مجهود يعني بيغني وبيرقص وبيمثل. ف استاذ احمد عزمي يعني بصراحه كلها مجموعه هايله جدا، وانا فخور ان انا واقف وسطهم على الخشبه يعني. لا وديكور وملابس وموسيقى كله يعني بصراحه طبعًا. يعني التجربه عامه انك تروح المسرحيه هي من اول ما بتدخل باب المسرح هي تجربه بتتنقل لعالم تاني خالص يعني. بدعو الناس كلها تروح تتفرج عليها لانها فعلا مسرحيه مهمه جدا 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 جدا. وعايز زي ما هشكر طبعا تامر كرم المخرج على انه اتاح لي الفرصه دي، اشكر طبعا استاذ مجدي الهوادي لانه لأول مرة بنشوف المسرح مختلف كده، المسرح أيوة. بيبرق قوي كده وفي أبهة وفي فخامة في الإنتاج وفي يعني في الصورة متحققة كما يجب. يعني في اهتمام بالمسرح زي ما كنا مهتمين بالعصر الذهبي للسينما، فده عايز أقول إنه لو كمل الموضوع بالشكل ده في أكتر من مشروع جاي هيبقى فعلا عصر ذهبي جديد للمسرح، وأتمنى إن الموضوع يكمل بالشكل ده يعني. صحيح. انتوا المفروض ان انتوا هتسافروا تعرضوا المسرحيه كمان في دول عربيه عندكم تور يعني زي ما بيقولوا كده. صح. ربنا معاك. طيب عايزه اتكلم كمان تجاربك الخاصه في المسرح، وكان ليك تجربه في مسرحيه حياتك الباقيه. بالظبط. كلمني بقى عن مسرحيه حياتك الباقيه. تمام. هو حياتك الباقيه دي اصلا في البدايه كانت قصه ليا من كتاب حياتك الباقيه، ده كتاب صدر ليا من 10 سنين يمكن او 8 سنين، ده كتاب قصه قصيره من تاليفي. حياتك ايه التيمه الرئيسيه بقى لحياتك الباقيه؟ حياتك الباقيه هو انا شغلاني جدا فكره الموت يعني، حتى شغلتني في اكتر في اعمال كتير ليا يعني على مستوى الكتابه وعلى مستوى المسرح. في حياتك الباقيه دي هي تصور لشخص ممكن نقول جوه قبره، جوه مكان، تصور لشخص بعد الموت طول الوقت. هو حد صاحي من النوم لقى جنبه جثه،
في كفن، ولقى الجثه دي بتتحرك، وحد بيخرج من الكفن، بنت جميله جدا، بتقول له لو سمحت مين اللي قتلني؟ قولي مين اللي قتلني؟ فهو طبعا بيتخض وبيصيبه الذعر جدا يعني. بيظهر له شخص اسمه اكمل، بيقول له لا لا انصحك لو انت ناوي تحبها يعني، ما بلاش تقول لها بحبك والحاجات دي عشان خلصت، حاول ايه تغير الموضوع. هو الفكره كلها ان المثلث ده، الشخص اللي هو سمير فوق ده البطل، واكمل والبنت، هو علاقه الشخص بين حياته وموته. اكمل ده رمز للموت، وهي البنت رمز لحياته، حياته اللي هي حصل فيها مشكله او تعرض فيها لضربه قاسمه هزته، فبقى مش عارف هي عايشه ولا ميته. انا جسدت المعنى ده حرفيا في هيئه بنت قدامه طول الوقت، هو شايفها مطعونه في بطنها بس نفس الوقت بتعمل شاي. واكمل ده كل شويه بيوديه ويجيبه، في صراع بيحصل. ايمن اكمل ده ممكن اللي هو الشخص اللي انا كنت بلعب دوره انا يعني، ممكن نقول له هو رمز الموت، رمز ضميره، رمز لشيطانه، هواجسه الداخليه، هو صوته الداخلي او الجانب المظلم من البطل نفسه اللي طول الوقت بيحاول يحرضه، ساعات بيهاجمه، ساعات بيخوفه، بيصيبه بالخوف. فهو الموضوع نفسي اكتر، وفي جانب كبير جدا من التعبيريه. وحاولت ان انا اغوص بالمسرحيه دي جوه القبر، يعني لو حد بعد الموت ايه اللي بيحصل؟ يعني هي رحله كده جوه هو رحله يعني ما حدش عارف عنها اي حاجه بالظبط. الموضوع ده مجهول، عشان كده شغلك يعني. شغلني، وحاولت ان المسرحيه دي بتحاول تجيب على السؤال اللي هو ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ او مش ماذا بعد تحديدا، هل انت ميت ولا لا؟ ممكن هو برضه الموضوع رمزي او معنوي اكتر. صح. لو شخص اتعرض رحله الروح يعني بتروح فين بعد كده يمكن؟ بالظبط. لا والشخص ساعات بيبقى في شخص هو اللي قرر انه يموت نفسه بنفسه، يعني موت معنوي حتى، انه ما بيعملش حاجه في حياته، مش بيعمل اي انجاز، استسلم لتهميش الاخرين ليه. يعني هو المسرحيه دي فيها مشهد هو في المصلحه الحكوميه وزمايله حواليه بيعزوه في موته، يعني بيتعاملوا معاه ان هو ميت وبيقولوا انت جاي معانا جنازه ولا لا؟ جنازتك. هو الموضوع عبثي جدا، بس بحاول اكد على المعنى ده، ان هو ممكن شخص يستسلم لان الاخرين مش يعني بيتعاملوا معاه ان هو مش موجود، فبالتالي هو هنا ميت فعلا. لا فيها طبعا سيمبوليزم او فيها طبعًا يعني طبعًا. علامات. طيب تعالى نشوف جزء من منها. تمام. ونرجع مره ثانيه. يلا. طيب احمد، احنا طبعا شفنا مشهد من حياتك الباقيه، انت كمان كنت مخرج الفيلم غير انك كمان كاتب العرض، سوري المسرحيه، غير كمان انك كنت كاتب المسرحيه. بالظبط. انا كنت سعيده جدا ان انا معاك النهارده، وبشكرك جدا على تواجدك معانا كمان. عفو. وبتمنى لك التوفيق، وان شاء الله عندك اي مشاريع قادمه او بتفكر في حاجه او بتقرا حاجه؟ طبعا دايما الشغل مش بيوقف، يعني في اكتر من مشروع مسرح بنجهزه قريب، في كمان يومين في فيلم في السينما اللي نازل ليا اسمه قهوه بورصه مصر. انا ليا دور فيه، فيلم بطوله مجموعه كبيره جدا من النجوم، يعني في الفنان صلاح عبد الله، علاء مرسي، حسن حسني، مصطفى قمر، محمد لطفي، في كم كبير جدا من النجوم، مش عايز انسى حد. هينزل يوم الاثنين ان شاء الله، يبقى العرض الخاص بتاعه يوم الاثنين الجاي باذن الله. مبروك. الله يبارك ان شاء الله بتوفيق. وبرده في فيلم سينما ان شاء الله هيبقى حاجه ضخمه جدا قريب باذن الله. مبروك، ونتقابل مره ثانيه بقى نحتفل بهذه الاعمال ان شاء الله باذن الله. اشكرك. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه مع اخر فقره هتكون مع اشرف.